تنظر إلى السماء المكفهرة التي اكتسبت لون الرخام، ترفع يديها، ترجع رأسها للخلف، تغمض عينيها، تمشي في تؤدة كأنها راقصة بالي. بضع خطوات ثم تبدأ الرقص، رقصا لم أره من قبل ولا يمت لعالمنا بصلة، كأنها تصغي للحن خفي آت من وراء الآباد والأبعاد. ترقص، تنتشي، تضحك، ثم تتوقف وتنظر لي في ثبات. من جديد أستعيد ذكرياتي مع جمعية البحوث الروحانية البريطانية مع الدكتور جيمس ماتيسون بقامته القصيرة وعصبيته وعينيه النافذتين. كان هذا عندما كنت أدرس في إنجلترا، لم أنضم للجمعية قط كما تعرف، لكني عرفت مجموعة لا بأس بها من الأصدقاء الرائعين حقا. كان هناك هارلي كليف، وكانت هناك إليستري وهي شابة بريطانية جدا تدرس علم النفس، وقيل إن لديها طاقات نفسية خارقة، وقد اعتقدت لفترة أنني أهيم بها حبا، ثم قدرت أن هذا يعود للشفقة لا أكثر. معظم المجموعة كانوا من أساتذة الجامعة أو الدارسين، بعضهم كان مقتنعا بما يفعل والبعض الآخر كان يجرب بعقلية متعادلة. حكيت لك قصتي مع الأختين اللتين كانتا تحدثان صوت دقات، لكن اليوم أحكي عن زياراتي لجنوب البلاد وبالتحديد في وولتشاير على بعد 18 كيلو مترا شمالي ساليزيوري. كنا هناك في السهل تحت السماء الرمادية، منذ طفولتي تجعل هذه السماء الرمادية وأمعائي تتقلص، البرد، صوت الريح، ثم ذلك الشكل الحجري العجيب. لم يكن المكان منعزلا، في الواقع كان أقرب إلى السيرك بكل هؤلاء السياح، وحيث تجد السياح تجد تلك الخيام وسيارات الفان والأكشاك التي تبيع التذكارات والماء والمرطبات. لهذا صدر عام 1978 قانون يمنع العامة من الدخول إلى مركز الموقع الأثري، لأن هذا الأثر العظيم موشك على التحول إلى فتات. يبدو أن هواية الكتابة على الآثار أو سرقة قطع منها ليست مصرية فحسب، لكننا بالطبع كنا مستثنين من هذا المنع لأن بيننا علماء. أنا قادم من بلاد الأهرام، من بلاد أبي الهول. أعتقد أن كل حجر يخفي تحته أثرا عظيما عمره 4000 عام، لهذا لم أكن مستعدا لأن أتحمس لهذه التشكيلة العجيبة من الصخور، وقد بدا لي حماس هؤلاء القوم سخيفا. قال لي ماتيسون وهو يشير إلى الكاميرا المعلقة من عنقي: هل حقا لم تحرك لستونهينج شهيتك لالتقاط بعض الصور؟ حاضر. أخرجت الكاميرا التي ليس فيها إلا فيلم ورحت ألتقط عشرات الصور لهذه الصخور، كليك كليك كليك. ثم أن ماتيسون نظر إلى إليستري وسألها: أنت لم تأتي هنا قط، أليس كذلك؟ نعم، هذه أول مرة أرى فيها هذه الأحجار رأي العين، إن انتقالي عسير كما تعرف. هذه الصخور يمتد عمرها إلى العام 2000 قبل الميلاد، من حولها ترى ذلك الخندق الدائري الذي يفصلها عن باقي معالم الوادي، أشكال حجرية غريبة شيدها الإنسان في هذه العصور الغابرة. لأقربها لذهنك، تصور أنها حرف يو اللاتيني مقلوبا. في البداية كان الخندق وبه 56 حفرة للدفن، اكتشفها عالم يدعى أوبري، لذا أطلقوا عليها اسم حفر أوبري. ثم ظهرت تلك الصخور المتراصة في دائرة مزدوجة، ثم ظهرت تلك الصخور العرضية التي تربط التكوينات. إن الستونهينج لغز آخر من ألغاز الكون، فصل محبب في أي كتاب يحكي عن الأسرار الغامضة. الأهرام، أهرام الأزدك، الستونهينج، كهوف تسيلي، رجل الثلوج المخيف إلى آخره. عندما دنا الظلام قال ماتيسون للفتاة أن تتقدم إلى وسط الدائرة، طلب منها أن تركز وأن تتخيل ماذا كان يحدث هنا في عصور غابرة. كانت هذه هي التجربة، لقد كانت أليستري تتمتع بقدرات نفسية غامضة وكانت تستطيع أن تعرف أشياء كثيرة عن الجسم الذي تلمسه. أغمضت أليستري عينيها
ولمست بأناملها أحد الأحجار ثم همست. أراهم جميعا هنا، إنه الليل والقمر يتوسط السماء، أرى الرجال يتقدمون إلى هنا، أراهم يقتادون عذراء جميلة إلى الصخرة العرضية، إنها ترقد فوقها، الكاهن يحمل سكينا، يتعالى الإنشاد، يهوي على عنقها، الدم يسيل، يلوث الصخر. كان أداؤها يتعالى، وصدرها يعلو ويهبط، شأن من هو موشك على حالة هستيرية. بعد هذا جاءوا بالأطفال، إنهم يكررون ما قاموا به، لا، ليس الأطفال، لا. ودفنت وجهها بين كفيها وراحت تبكي. نظرت إلى البروفيسور، فوجدته يفكر في عمق، ثم أعلن أن علينا أن ننهي التجربة. قال أحد العلماء في حماس، لقد نجحنا، لقد عرفت أليستري بحستها لغز هذه الأحجار. كانت الأضحية تقدم هنا في العصور الغابرة، كان الدرويديون يمارسون ديانتهم هنا. والدرويديون هم سكان إنجلترا القدامى من قبائل الكلت. لم يتكلم ماتيسون، بل بدا عليه نوع من الهم. وفي لوبي الفندق الذي نبيت فيه قال لي، تجربة فاشلة. ولما؟ الفتاة حكت قصة غاية في الاكتمال. هذه هي المشكلة، قصة متكاملة أكثر من اللازم، لم تقل شيئا إلا ما قاله عالم آثار من القرن السابع عشر اسمه ستوكلي. لقد درس هذه الصخور، ثم قال إنها كانت مكان أهوال لا توصف، كانت تحدث في منتصف الليل في عصر الدرويديين. طبعا هذا كلام فارغ، لأن الدرويديين لم يظهروا في إنجلترا إلا قبل ميلاد المسيح بمئتي عام. وهذا يعني؟ يعني أنها لم ترى شيئا، إن عقلها الباطن يعج بقصص من هذا النوع، وهي قد رأت ما في عقلها الباطن لا أكثر. ثم أضاف وهو يصب لنفسه بعض الشراب، ما زال هذا لستونهينج لغزا، لماذا شيدوه؟ من فعل هذا؟ بأية معجزة تمكنوا من رفع هذه الأحجار الضخمة؟ نفس ما يقال عن الهرم الأكبر، مع فارق الحجم طبعا. المشكلة أن من يدرسون هذا الأثر فريقان، فريق من علماء الآثار الذين يجهلون كل شيء عن علم الفلك، وفريق من علماء الفلك الذين يجهلون كل شيء عن علم الآثار. علماء الفلك وعلى رأسهم جيرالد هوكينج يؤمنون أن هذه الأحجار أجهزة رصد غاية في التعقيد، وقد أطلقوا عليها اسم الكمبيوتر الحجري. هذا الكمبيوتر له وظائف دينية وسياسية مهمة لدى الأقدمين، لكن هذه النظرية يدحضها علماء الآثار. لو كان ستونهينج مرصدا لكان من الواجب ألا تحيط به أي أشجار، بينما برهنت الحفريات على أن المنطقة كانت غابة كثيفة في الماضي البعيد. نمت في غرفتي نوما عميقا بلا أحلام، لكن الهاتف أيقظني عند منتصف الليل. كان هذا ماتيسون يقول لي، أليستري ليست في غرفتها. كيف؟ إن هذا مستحيل. الأدهى أنه لا يوجد مكان تذهب إليه هنا. قال لي موظف الاستقبال أنها غادرت الفندق في ثياب غريبة، يقتادها شاب أشقر طويل الشعر. هل تعرف فيما أفكر؟ أفكر في الستونهينج. كانت هذه الكلمة كافية لكي أرتدي ثيابي وألحق به في اللوبي. وفي الليل البارد مشينا نلهث، لقد بدأ المطر ينهمر، لكنه ليس كثيفا لحسن الحظ. من بعيد نرى الستونهينج، الوحوش الصخرية الغامضة التي تجثم هنا منذ 40 قرنا، تعرف كل شيء ولا تتكلم أبدا، لكن هناك شيئا غير معتاد في هذا المكان، لا أعرف ما هو لكنه موجود. فجأة تصلب ماتيسون، كانت هناك تقف بين الأحجار العملاقة كأنها دمية بين الغيلان. بالفعل كانت تلبس ثيابا غريبة أقرب إلى جلباب أسود طويل، وكانت ترقص، ترقص بلا لحن نسمعه، لكنه رقص موقع جدا، حتى أنك توشك على سماع اللحن الذي تسمعه هي. قلت هامسا، لقد جنت، التجربة قد زعزعت استقرارها النفسي. ثم كيف يمكنها أن فجأة عرفنا أننا لسنا وحدنا، كان هؤلاء القوم
يخرجون من الظلمات، كلهم يلبسوا ذات الثياب العتيقة. لم تكن هناك مشاعل لأن القمر كان مكتملا، وإن جعلت الأمطار الرؤية عسيرة فعلا، لكني أعتقد أنهم كانوا حوالي 40. كانت ترقص بينما التفوا من حولها، ثم أنها رقدت على صخرة جاعلة وجهها للسماء. همست في رعب، ماذا يحدث؟ إنها تكرر ذات المشهد الذي رأته. لكن ماتسون ضغط على ذراعي في قوة ليسكتني. كدت أثب من مكاني لأمنع المشهد الذي أتوقع أنه سيحدث، نائمة وعنقها مكشوف. فماذا يعني هذا؟ إنهم يتكلمون لكني لا أفهم حرفا. يهمس ماتسون وهو يرتجف، إنها لغة الكلت القديمة، يقولون إنها كاهنتهم العظمى التي عادت لهم، يقولون إنهم سعداء بعودتها، وإنهم ينتظرون الوقت المناسب لتقديم الأضحية. الأمطار تنهمر أكثر، وهي تنهض من جديد لترقص حول الستونهينج. لو رأى السياح هذا المشهد لجنوا طربا، لكن لا يراه سواي أنا وماتسون. كانت أليستري ترقص وترفع يديها، ترجع رأسها للخلف، تغمض عينيها، تمشي في تؤدة كأنها راقصة باليه. بضع خطوات ثم تعاود الرقص، تنتشي، تضحك، إنها تشير نحونا حيث طوارينا بين الأطلال، تشير لنا لا شك في هذا. لقد رأونا، أعتقد أنني أعرف من هو القربان الأول لهم. ونهضت لأفر. هنا سمعت ماتسون يقول بصوت عال، كان من الواجب أن تأتي هنا ليلا، تأتي بكامل إرادتك، هذه هي التقاليد. عما تتكلم؟ لقد كان ستوكلي على حق، وكذلك هوكينج. الحقيقة أن طقوسا مريعة كانت تحدث هنا، لكنها أعقد مما تتصور، وهي تمت لعهد يسبق الدرويديين بآلاف السنين. لقد عادت هذه الطقوس للحياة على أيدينا. ألم تفهم بعد يا أحمق أي مأزق وقعت فيه؟ وفي اللحظة التالية كان يتشبث بساقي وهو يصرخ مناديا هؤلاء القوم. ومن بعيد دوى صياح أليستري، عليكم به. ركلت وجهه في جنون، فهو ضئيل الحجم يسهل التخلص منه. ثم أطلقت صاقي للرياح بينما هؤلاء القوم يزومون ويسخبون وهم يقطعون المسافة التي تفصلهم عني. أركض تحت هذا النصب الحجرية المخيفة وقلبي يتواثب بين الضلوع. أركض وأركض، وفي النهاية بلغت الفندق وقلبي يوشك على أن يكف عن العمل نهائيا. استطعت أن أغلق باب حجرتي، ثم أدت الطبيعة عملها وفقدت وعي، وفقدان الوعي صار نعاسا حتى الصباح. عندما فتحت باب حجرتي وجدت ماتسون واقفا إلى جوار أليستري وهما غارقان في الضحك، وقال في خبث، لقد كان منظرك مسليا أمس، مجموعة ممثلين وجو برح، هذا كان كفيلا بجعلك ترقد كالأرنب. لقد كانت دعابة عملية قاسية لا أكثر. كنتما مقنعين أكثر من اللازم. لو لم نكن مقنعين لما كانت الدعابة بهذه البراعة. هنأتهما على هذه التمثيلية، ثم طلبت أن يمهلاني بعض الوقت حتى أغسل وجهي وأستعد للإفطار. على أنني فورا انصرافهما أعددت حقيبتي على عجل وغادرت الفندق من دون كلمة واحدة، ومن دون أن أعرج على قاعة الطعام. كان يمزحان، أنا مستعد لفهم هذا، فقط لو فسر لي أحدكم شيئين. أولا، متى نبتت هذه الغابة الكثيفة من الأشجار التي رأيتها ليلة أمس حول الأحجار؟ أقسم أنها لم تكن موجودة صباح أمس عندما كنا هناك، وهي التي منحتني ذلك الإحساس الغريب بأن هناك شيئا مختلفا. الشيء الثاني هو رقص أليستري البارع. كيف ترقص أليستري وهي مشلولة لا تنتقل إلا على مقعد متحرك؟ تمت بحمد الله.